عودة لمتابعة صباح لبنان، برحب بكل الأشخاص يلي هلا انضموا لصبحيتنا. أكيد ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر تويتر @صباح لبنان وصفحتنا الرسمية على فيسبوك صباح لبنان، وأكيد أكونتات كل واحد من مقدمي البرنامج لحتى تقدروا تتواصلوا معنا. هيك إذا عبالكم نحكي عن موضوع معين أو نحكي مع ضيف أنتوا عبالكم تعرفوا عنه أكثر وعن مشاريعه، أكيد نحن منلبي الطلب. ضيفتي بالاستوديو وحتى هيك نقلع حلقتنا اليوم، بدنا نحكي نحن وياها عن زمن مش بس ذهبي إنما تخطى الحدود الذهبية وانطبع بذاكرة كل واحد منا، كل لبناني، كل واحد بالعالم العربي. مين منا ما بيعرف علو حياتي، ومين منا كمان ما عم بيتابع مؤخرا مسلسل عشق النساء وعم بيتابع الممثلة ندى ريمي نجمة بالمسلسل. رح نحكي عنها ومع أكثر عن دورة بعشق النساء، عن آخر أعمالها، والأهم أنه كمان رح نحكي عن موضوع بهم كتار منكم واشتقتوا له، بعرف، الأميرة هند أبي اللمع بفيلم قريبا. كيف وليش؟ تفاصيل معنا هلأ. دولة الرئيس؟ بريطانيا. ألو ندى رمي. حياتي أنا اللي بدي أقول ألو. صباح النور، شو أخبارك؟ منيحة ماشي الحال. أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان بداية. مرسي، أنا بعتبر حالي هون ببيتي أو بيت حماتي وعمي اللي كان، يعني رجعنا للأصل أصلا. صحيح، على كل حال يعني أنت مش غريب عنك هالبيت، وخاصة أنه عشت مع هند أبي لمع الأميرة 5 سنين قبل وفاتها وعيشتيها، وأنت حاملة الأمانة، بعرف قديش أمينة لذكراها على الصعيد الإنساني والشخصي بحياتكم العائلية، وكمان على الصعيد جمهور كبير حملها نجمة بقلبه. مزبوط مزبوط، يعني إن شاء الله يكون قد هالأمانة وقد ما فينا عم نضلنا نحن على طول منتذكرها بالبيت أكيد، بس قد ما فينا عم نحاول نعطي شوي لنكفيهم، لكان حماتي ولا عمي ولا الجيل القديم اللي كان كله سوا. هند أبي اللمع أكيد لا تعاد بعتقد، إن شاء الله نكون عم نقدر نكرمها أو نخلي العالم تتذكرها كل الوقت قد ما فينا عم نعمل. على كل حال يعني مشكورين على المجهود، وأنت معنا اليوم تحديدا لنحكي عن هالموضوع، فيلم الأميرة هند أبي اللمع. بداية خبريني كيف هيك الفكرة، قديش إلها عم تنطبخ خليني أقول مع ابنك مع توني يلي مؤخرا تخرج صار مخرج شرعا، علما أنه المخرج والفنان بيخلق خلقة مع الشخص، يمكن شهادة هي بس مثبت لهالموضوع. على حال مش بعيد عنه الموضوع أبدا إذا خلقان بعائلة فنية بامتياز. خبرينا شوي عن فكرة الفيلم يلي كاتبه توني ورح يقوم بإخراجه. فكرة الفيلم، هلأ أنا كانت معي من زمان الفكرة يعني، وحابة أعمل مسلسل أو فيلم عن حماتي، ومنها هينة هي كانت يعني اسم كبير أميرة من الأول يعني، غير بالتمثيل كمان. الفكرة كانت موجودة على طول، بس دائما بصير الحياة، بصير الحياة للإنسان بيكون في أخذ وعطاء وناس إيه ونص ناس لا، لأن شبت الصورة. كان كتير أنا حاطت الفكرة براسي من قبل ما يتخرج توني يعني، ودائما كنت أقول بدي أعمل شيء لحماتي، بدي أعمل شيء. فتوني من وقت اللي خلق عنده هالموهبة تمثيل، مثل كتير مسلسلات، وعنده موهبة الإخراج، وتخصص بالجامعة والحمد لله طلع بتفوق يعني. فقلنا يمكن أحسن شيء أنه نكرم هند أبي اللمع، لأنه سنة الجاي بيكون صار إلى 25 سنة متوفية. هلأ ما حدا بيكرم على الوفاة، بس نحن لحتى لذكراها يعني بفيلم أو بمسلسل. بس رجعنا لقينا أنه فيلم أزبط أحسن، بيكون مضبوط أكتر، ويمكن كتقليع على توني مع أنه عامل عدة أفلام بس بتكون قصيرة أكيد للجامعة.
لقينا يمكن هيدا الحل أنسب. الأنسب لنكرم هند قبل لمع، ولا ما حدا أبدا من إنه يكرمها أكتر من حفيدة يعني. أكيد أكيد. بتعرفي أنت وعم تحكي، يعني وقتها تكون امرأة عم تحكي عن حماتها، ولا مرة بيكون الحديث بهالإنسيابية وبهالهضامة وبهالحب، يعني لا دايما بنشوف الوجه الآخر. أكيد ما بدنا نعمم، ولكن بأغلب الأوقات إذا بدي أحكي عن يعني قبل ما نفوت بتفاصيل الفيلم، من وين هيك استرجعتوا التفاصيل، وقديش كان صعب إنكم تحطوا سكريبت يمكن بيجمع تفاصيل كتيرة لازم تختصروها بفيلم مدته ساعة ونص أو ساعتين ماكسيموم ينزل بصالات السينما، وين نبشته بالبيت؟ وين نبشته بالذكريات؟ كيف كتبته؟ قديش يعني صار في اخذ وعطى بالمراحل يلي بدكم تسلطوا الضوء عليها بالفيلم؟ ليك هيدا شغل توني اكثر شيء يعني. هلا اكيد انا وبيو حده والعيله كلها حده، بس هو اللي قرر اي مرحله بده يحط واي مرحله بدنا مش نتغاضى عنها، بس انه العالم كلها صارت تعرف المرحله المسلسلات تبعولها ونجاحاتها. رح نضوي عليها بس بشيء بسيط، شيء سريع، رح يكون مضوى اكثر الفيلم على حياتها اللي ما بتعرفها العالم، يعني الحياه الشخصيه تبعولها، مرضها. ما في اعطيك كثير تفاصيل عن الفيلم لانه ما بدنا نحرقه، أكيد. بس اكيد هو ككاتب ومخرج توني انطوان سين ريمي هو بقرر، واكيد في المنتج كمان له راي، كلنا عم نعطيه راينا. من الجهه الانتاجيه ندى يلي راح بالمبدا استاذ مروان حداد، مروه جروب اخذ كثير تفاصيل من كل العائله، اخذ موافقه كل العائله اكيد، كل الاصدقاء، كل مين بده ينذكر بالفيلم راح يكون اكيد موافق، يعني ما بدنا لا دعاوي ولا عم نعمل هالشيء لواحد يشهر الثاني او يشهر كمان. صحيح. نحن عم نعمله بس للتكريم. صحيح. ان شاء الله يمشي الحال. لقيتوا صعوبه ولقيتوا تجاوب؟ يعني في كثير اشخاص يمكن وقتها ينكتب سيره كبار حكما يعني بينخرط بالسكريبت اسامي اشخاص يمكن هلا نجوم ومعروفين، واشخاص كمان كبار بيوازوا عظمه الاميره هند ابي اللمع. مظبوط. لقيتوا صعوبه بانكم تاخذوا هالنعم يلي ما بدها محاكم وما بدها مشاكل وما بدها يمكن نزعات ديفا اتيتيود خلينا نقول؟ لهلا ما في مشاكل مع حدا، هلا بعد في اشخاص بعد ما قدرنا نوصل لهم لنحكيهم يعني. لا. بس بالمبدا يعني اصلا مش ذاكرين حدا بالسوق، ولا بعتقد كان في بحياتهم قبل ما حدا بيذكر يعني اصلا بالسوق، يعني لحتى يكون ما بده او معترض او اي شيء، بس في اشخاص بعد معينه بعد ما قدرنا نوصل لهم، اكيد هن نجوم كبار كمان، رح نوصل ورح نتفاهم مع الكل وما رح يكون في اشكال يعني بالكل. ان شاء الله ان شاء الله. ندى الكاست يلي عم يتحضر للفيلم يعني مسؤوليه كبيره، اول شيء دور هند ابي اللمع يلي الصبيه او الممثله يلي بدها تلعب هذا الدور، وباقي الشخصيات. انت رح تكوني ندى بالفيلم او لا؟ لا لا، رح يكون في ندى بس اكيد مش انا، لانه ندى تعرفت على هند قبل لما كان عمرها 16 سنه، ما في ارجع بنت 16 يعني، بس اكيد روح ندى رح تنوجد يعني. طبعا. انا لي دور بالفيلم، ما رح اقول شو هو، بس الاسم لهند ابي اللمع الممثل اللي بدها تعمل هند ابي اللمع بعد ما اتاخذ نهائيا القرار فيه. طيب انت ما رح تقولي الاسم بس انا رح افصح او لا؟ ما فيك تفصح لانه ما انه مقرر شيء. ما بعد لا افتح عن الدور اللي رح لا يمكن يتغير، يعني مش دور جورجيت نابلسي. كنا على اساس دور جورجيت نابلسي بعد ما في شيء اكيد 90%. نعم. انا بشرفني اخذ دور جورجيت وحطيناها لجورجيت بالجو، واكيد رحبت بالفكره يعني. نعم. وبتشكرها كثير، هيدا بيعني انه عندها ثقه بتمثيلي اكيد لجسد الكاركتير تبعولها، بس بعد مش اكيد يعني لانه في دور ثاني كمان. ليك بهيدي الاشياء السيرة الذاتية بدك تاخد كيف عملنا الشحرورة، بدك تاخد مش بس بالتمثيل يعني، بدك تاخد كمان بالشكل شوي. صحيح. حدا يشبه حدا لحتى تقرب قد ما فيك من الشخصية، يعني يكون في تكامل مظبوط بالشخصية يعني قلبا وقالبا. قلبا وقالبا مظبوط. يعطي من هيك لا. بعد ما تقرر اذا انا جورجيت ولا لا، في شخصية تانية يمكن بشبهها اكثر ما بشبه جورجيت. طيب واسماء للعب دور هند ابي اللمع، في اسماء مطروحة؟ كل الاسماء مطروحه، بس بعد ما تم الاتفاق مع حدا بده ينعمل كاست دقيق مع الميك اب ارتست مع كل شيء، يعني ما فينا نقول هلا عن اسم او اسمين لانه بعد ما تقرر شيء.
يعني كل الاسماء اللي عم تحكي عنها هي نجوم الصف الاول اللي اعتدنا نسمع اسمائهم، او ممكن تكون صبيه تلبق كثير للدور ومش نجمة صف أول ولكن عندها المقدرة أنها تلعب هالدور وعندها إيه مقدرة نجمة كلاس أ. إيه الأكثر يعني أكيد عم نفكر بنجوم الصف الأول اللي هلأ موجودين طبيعي هدول عم نفكر فيهم، بس لا كمان بدنا يمكن تكون موهبة بس أكيد قادرة تلعب دور هند قبل ما، لأنه المراحل بدها تمرق فيها منا هينة، يعني بدها تكون متمرسة مزبوط من التمثيل، يعني منه أنه حيلا دور أو صح. بعدين هيدا دور بده ينتقد كتير، يعني الكاركتير بده ينتقد لأن كل عالم تعرف هند قبل لما، ما فيك منك عم بتجيب سكريبت جديد شخصية صحيح. جديدة الكاتب مركبة لحتى يجي شخص يقراها الممثل يقراها ويعملها مثل ما هو بده، يعني هون الممثل قدامه عدلة أو نجاح أو فشل ما في ما بين مزبوط. ندى أنتوا بعدكم محتفظين بكتير من الأكسسوارات والأغراض والتفاصيل والذكريات اللي رح تستعملون أكيد. بالفيلم، ويعني التحضير على قدم وساق، أي متى مقرر تقريبا يبلش التصوير؟ التصوير مفروض يصير بالربيع، لأنه ربيع 2015 عم نحكي، ربيع يعني 2015 نيسان أيار تقريبا، مزبوط نيسان أيار تقريبا ليكون شوي تأس حسب الشتوية السنة. المونتاج وكل شيء، إنهاء الفيلم يعني ليكون جاهز للعرض إن الله راد بأول أكتوبر اللي هو ذكرى وفاته. وتقرر عنوان الفيلم شو راح يكون؟ أطفال ريمي نقل الأميرة. 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 يلي هي يعني خير اختصار لمسيرة الأميرة. هي أصلاً هيدا لقبة يعني صحيح. بالحياة العادية لأنه بيا أمير وهي عاد تذكر الأميرة هند قبل لمع. ارتقينا انه يكون الاميره لانه بالفعل كانت اميره بالحياه وكانت اميره بالتمثيل وكانت اميره بقلوبنا بكل شيء كانت اميره، فبعتقد بيختصر الاميره كل شيء. يعني قديش 23 الاول 1990 كانت كان نهار فعلا مش بس فاجع على العائله انما لكل محب للاميره هند قبل لمع، وهو يوم وفاتها على اثر ذبحه قلبيه. يعني إذا بدي أرجع شوي أنا وياك على آخر خمس سنوات، يعني الخمس سنوات يلي تعرفت فيهم على حماتك وعشت معها بنفس البيت، وهيدي كمان مش كومن، يعني وقتها نحكي عن حما وكني وعايشين بنفس البيت مش دايما الوفاء بيكون سيد الموقف، ولكن أنت عم تحكي بحب بشغف عن هند قبل لمع، خبرينا شيء هالتجربة يلي عشتيها بخلال هالخمس سنوات مع هند. ليك أول شيء أنا ما كنت مجوزة، أنا كنت خاطبة هالخمس سنوات، بس إنه إيه عشت عندهم فترة كبيرة خصوصاً معها، لأنه لما كانت تمرض أولادها شباب شابين ما رح حدا يروح معها على الأوبيتال، يعني كنت أنا أروح معها على المستشفى ونام عندها، يعني أنا تحملت كأنه كنتها يعني كأني مجوزة. هلأ يمكن لأن أنا وياها نفس الكاركتير شوي، هي ما بتتدخل بالإشياء اللي ما إلها فيها وأنا ما بتدخل بالإشياء اللي ما إلي فيها، من هيك كنا متفقين، يمكن لأنه كانت مريضة يمكن ما كان في كمان إشياء بدها تركز عليها، يعني يمكن تكون سخيفة أو أي شيء، وأنا كمان لأنه كانت مريضة كمان ما كنت رح أقلل عقلي على إشياء، بالعكس ما بعرف كنا كتير متفقين أنا وياها، كتير نحب بعض كتير نضلنا سوا، لما هي تمرض أنا أكون حدا، لما هربنا على الشمال بالحرب وقتها بالتسعين طلعت معهم أنا على الضيعة وعملت برونشيت فوق، كانت كمان هي عم تخدمني، يعني انه تصور انا يعني باي انه هند قبل لما عم بتجيب لي الاكل لإلي انا، يعني عرفت انه انا شو ما اعمل بلاقي انه ما بكي فيها، يعني ما بسميها حماتي ابدا، مين ما يسالها كانت تقول له بنتي. في شيء ما قلتي لي كان عبالك تقولي لي يا ندى؟ يعني يمكن ما قلت لها انه قد ايه بحب التمثيل لما كانت عايشه وقد ايه هي كانت مثالي الاعلى وبعدها لهلا، لانه ما كانت الظروف بتسمح انه نحكي بهيدا الموضوع، يعني كان في اشياء اهم بكثير، هي قالت لي اشياء كثير اكيد بخليها سر لإلي اكيد، او يمكن في اشياء ممكن تنحط بالفيلم بس بس بتحتفظي يمكن بس بحتفظ اكيد لانه في امانه، يعني عرفت كثير خبرتني اشياء خاصه فيها، كثير شاركتني بحياتها، كثير طلبت مني اشياء لبعدين ان شاء الله اكون عم بقدر اعملهم، يعني ما بعرف اذا قلت لها انه قد ايه بحبها، يمكن اول ما تعرفت عليها قلت لها انه بحبها كثير كثير كثير، بس انه كانت بعدني بحبها كممثله،
بس لما تعرفت عليها أكتر ولما ماتت كنت حبها سلامة قلب أمي يعني، بس كانت مثل أمي صارت، وكنت حبها كتير. يمكن هذا اللي ما قدرت تعرفه يمكن، أو ما قدرت توصل لي. الله يرحمها على كل حال، والفيلم أكيد وإن شاء الله بيوفيها هيك ولو شوي جزء من يلي صغير هي أكيد. بتستحقه. بقولوا لكم في شبه بالوجه سمعتيها قبل ايه هلا؟ في شبه، بس انا برات الكاميرا بشبهها يعني، مش انا على على الكاميرا. الكاميرا بتغيرني شوي الكاميرا. في شبه بالوجه بالعينين شوي، في شبه بطريقة الحكي، بالكاركتير ككل يعني، في شبه ايه يعني. يعني مزبوط، العتبة بتفتش بتجيب مثل ما بيقولوا. يمكن ايه. ندى شو قصة بنات هند وبوب؟ صار مكتوب منه 12 حلقة صار مكتوب منه 12 حلقة، وبدي أشكر أستاذ طلال مقدسي لأنه جيت لعنده من فترة بدي أعرف حقوق تبع البرنامج وشو بحق لي أنا أتصرف يعني، وطلبت كمان مشاهد، وعم بطلب كمان مشان فيلم الأميرة أشياء من الأرشيف. فأكيد بشكره من كل قلبي لأنه عم بيساعدنا بهالشي، وأكيد رح يكون في له شكر تلفزيون لبنان يعني خاص. مسلسل بنات هند وبوب هو امتداد ل يعني المعلمة والأستاذ يلي يعني أشهر من نار على عالم هند أبي لمع وإبراهيم مرعشلي. كم حلقة رح يكون من كتابتك؟ يعني 12 صاروا مكتوبين. هو طلب انه يكون 30 حلقه. اوكي. هلا انا كاتبه 12، بتعرف الكوميدي منه هين تكتبها بفتره تكون انت عم تشتغل او معصب او صحيح. متوتر يعني، بدها جو معين الكوميدي. والجو هلا مش متوفر كان يعني، مع كثره الشغل ومع الركض ومع التعصيب بالبلد ما كان موجود هذا الجو. هلا ان شاء الله اقدر كفيه. توقف شوي بسبب عرقوا يعني للكتابه، بقلب الكتابه بدي فوت مشاهد فلاش باكات من المعلمه والاستاذ. هذا باول حلقه اللي رح تكون اوماج ل لا مش باول حلقه، بكل حلقه. بكل حلقه. اوكي. بكل حلقه نعم بده يكون، لانه في لعده شخصيات مش بس لابراهيم ولا هند، بده يكون في لعليا نمره، بده يكون لليان ليلى كرم. نمره هي بدها تتذكر. نعم. ليلى كرم، لميا فغالي، بده يكون لكثير ناس يعني، كل اللي كانوا موجودين بدهم يرجعوا ينذكروا بفلاش باكات. نعم. نعم. فهون كنت ناطره ليتعين استاذ طلال مقدسي لقدرت شوف شو بدي احط انا بالحلقات كمان، وصار في شويه اشكال مع لما مرعشلي اللي هلا خلص تزبط الاشكال، بس بعد ما تقرر اذا رح تكون بالبروجرام ولا لا. نعم. لحتى اشوف انا بقى ناحيه كيف بدي كفيه وكيف بده ينعمل وين رح ينعمل. المسلسل كمان من اخراج انطوان؟ بعد مش اكيد هلا، اذا ثاقبت تصويره بنفس وقت الفيلم فاكيد لا ما رح يكون. ممكن يصيروا تزامنا، ممكن يتصوروا الاثنين سوا، يمشوا تزامنا مع بعض. مزبوط. يعني سنة 2015 2016 مفروض هالعملين يعني ينزلوا تكريما لإلهم، بس ما بعرف يعني، اكيد الفيلم قبل بس ما في توقيت يمكن. ايه الفيلم يعني الافضليه يمكن للفيلم، اكيد الافضليه للفيلم. نعم نعم. اذا انت رح تلعب دور بنت هند ابي لمع وابراهيم العشلي بالمسلسل، رح نحكي تفاصيل لنحكي عن الموضوع بوقته. كمان بدي اتوقف عند الكارير يلي انت عم تبنيها بعيدا عن هالامانه اللي حملتيها واسمها الاميره هند ابي لمع. انت كمان ممثله وممثلة من الطراز المهم، عم نتابع كلنا هلأ بعشق النساء المسلسل يلي بإمضاء فيليب أسمر والإنتاج لأونلاين برودكشن. أكيد تحية لألو لأستاذ زياد شوي، تحية لمنى طايع ولمنى طايع اللي هي الأساس طبعا، لأنه منى يعني تخطت الكل بكتاباتها ومبدعة. خبريني شوي عن دورك وعن العمل الى جانب فيليب اسمر تحديدا. فيليب اسمر مخرج بينشهد له يعني، دائما عنده اشياء جديده، دائما عنده رؤيه بالتصوير وبالاخراج، باداره الممثلين كمان. مش اول مره انا بتعامل معه، تعاملت طبعاً معه قبل كمان بمدام كارمن. صحيح. المسلسل اخذ كثير ضجه الحمد لله يعني. هلا الاشخاص الابطال كتار بالمسلسل، الحبكه كثير حلوه، اخذ ضجه دوري كمان لانه يمكن مش معودين علي العب دور المره الرايقه. مستوعب انه جوزي يكون ممكن بحب شخص ثاني. مستوعب كثير مستوعب كثير، بس لا ما في خيانه عظمى يعني. صحيح. عرفت صحيح. مش مثل نادين نجام يعني، مش مثل وضعها. ايه بس المسلسل كثير حلو،
وكنت بحب يكون بعد دورة أكبر، بس بعد دورة أكبر من هيك يعني، بعد بتشوفه كتير طبعًا. بعد في نصه تقريبا ما انعرض يعني تجربة يعني كتير حلوة. هلأ صرت أفهم وقتها كنا عم نصور ولاد البلد تقولينا لا عم صور عشق النساء، هلأ فهمنا شو عشق النساء. ما كنت قادرة ما كنت قادرة أفوت يعني ولاد البلد. أنا كنت فخور بولاد البلد يعني أنا كنت لا ولو ما كنت معنا أنت بولاد البلد كنت أكيد رح تكون بعشق النساء، بس أنا لما بعمل كاست ما بحب تكرار الوجوه كتير يعني، يعني حتى أنا ما أخذت حتى بولاد أنت البلد. كمان ما كنت معنا بولاد البلد، بس هلأ صرنا ما يعني عرفنا الشغل قد ايه لما بيكون على بوتيره مهمه ماشي يعني باثنين برودكشن ماشيين مع بعضهم، النتيجه قد ايه بتكون مهمه وايجابيه. اكيد، وبعدين بدك تغير وجوه يعني العالم بتزهق من نفس الوجوه لما بتشوفها. صحيح. انا ضد انه مثلا كان بطل او بطله يعني يصير مسلسلاتهم تنزل ورا بعضها، حرام تحرقهم، بدها العالم تشتاق لهم شوي. العالم بتمل. بس بالنسبه للي قلته انه بعيدا عن هند قبل لما انه انا كممثله ندى ريمي، بس لا بعدني لانه اخذه حامله اسم بيت ريمي، بعدني محددة شو بدي أخذ وكيف بدي أمثل، بعدها مسؤولية علي لأنه أنا عم نازل باسمهم كمان. أكيد أكيد. على كل حال أنا بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم، تحية لروح الأميرة هند أبي اللمع، تحية لأنطوان ريمي مخرج الفيلم ابنك، بعرف قد ايه فخوره فيه. افتكرت ريمي الكبير عم تحكي واثنين عنه وال يعني اكيد للكل يعني بعرف قديش انطوان الابن خليني اقول عزيز عليك، وبعرف قديش نهار تخرجه كان في دمعه فرح على وجهك وما بقي حدا ما عرف فيها فرح ومسؤوليه. قد ايه انت يعني كأم كممثله كحامله هالامانه يلي عم تحكي عنها، انت امينه وانت فعلا هيك بشغلك صادقه. شكرا لوجودك معنا، موفقين بالفيلم بالمسلسل بكل المشاريع يلي بتحمل رايه هند ابي اللمع، لانه هيدي رايه لبنان كله، وموفقه شخصيا بكل تجاربك وبكل اعمالك اللي رح تقدميها بالمستقبل. ميرسي شادي، وانا كمان حضرتك بكل نتقله وحبيت دورك كثير، وبقول لك برافو يعني على الدور كثير حلو وكثير صعب مع انه، وكمان بشكر تلفزيون لبنان برجع لانه نحن بالنهايه انا بعتبره تلفزيون الام ونحن نولاده يعني للتلفزيون. أكيد. وان شاء الله خير، وان شاء الله اول ما بكون كل شيء جديد بكون على تلفزيون لبنان. اكيد، شكرا لوجودك معنا ندى ريمي. مرسي.